عمو، هي أكتر قطعة مطلوبة عندي لأن عن جد قطعة تقيلة. كتير حلوة هالقطعة والتقيلة، ممكن ناخدها ونقدمها كهدية عرس. فينا ناخد منها من 60 ل 70 قطعة. ما عندي 60 أو 70 قطعة، بس يا ريت تعطيني 2 أو 3 وبأمن لك ياهم. لكان بيجي بعد 4 أيام باخدهم منك. ماشي، بس نحنا لازم نعطيها دفعة. ايه طبعا. ماشي، شكرا عمو. إذا بدكن شي تاني خبروني. ماشي أكيد. ماشي، شكرا كتير. سلام. مع السلامة. شفت شو حلوة هالقطعة، كتير حبيتها. هاي القطعة حبوها كتير، بدي تعمل لي منها 70 قطعة. بدك منها 70 قطعة؟ طيب ماشي، ايمت فيك تخلصوا؟ بدهم 3 أيام ليخلصوا. بيجي بعد 3 أيام؟ ايه 3 أيام. أنا عندي شغل. ماشي، ماشي بدك شي؟ دفعني. سلام. سلام. بعد إذنك. كسرتيها؟ فيكرام كابور؟ مرحبا. أهلين أهلين. أنا بدي شوفها. أين شوفها؟ ثواني. معلش، بس مكسورة. إيه ما في مشكلة. طيب ممكن ما قلتي لي شو اسمك؟ أنا راديكا شارما. بالمناسبة أنسي راديكا شارما، أنت شو بتعملي بالحياة غير أنك بتحبي تكسري الأغراض؟ هاي غلطتي، عفوا. مو مشكلة. أنا قصدي شو بتعملي بشكل عام؟ أنا بشتغل مع هدول الفنانين القرويين. ايه؟ بيجي باخد هالقطع للمدن، وعندي محل بفاساي. حلو. ببيع فيه أشغال يدوية وقطع كتير كتير حلوة. بالمناسبة أنا حلمي أعرض هالقطع الفنية على مستوى العالم. كتير حلو هذا الحكي، حلو. للحقيقة أنا بحب الفن كمان، بجمع كتير تحف فنية. ورح أقول لك سر، أنا برسم كمان. عن جد؟ حلو أستاذ، أنت موهوب. بس شغلة ما بدي إياك تكوني رسمية معي على فكرة، عم ناديلك باسمك فناديلي باسمي فيكرام. ماشي ماشي. طيب أستاذ، قصدي فيكرام، أنت شو عم تعمل هون؟ عم تصور؟ إيه كنت عم صور، بس خلصت بكير فقلت لحالي خليني استكشف شو في بهي المنطقة هون. انت لازم تزورني بفاساي. ايه اكيد رح. تفضلوا. عمو اسفة لاني كسرت لك هذيك. ايه عمو انا اسف. خلص ما في مشكلة بنتي، خلص ما في مشكلة، هلأ انا بزبطها. انت شربي العصير بالاول. مرتب بتعمل اطيب عصير. شكرا عمو، بس انا مو جاي على بال. لا ابني شراب كتير طيب. شكرا. صحة والف هنا. ما بتعرف شو رايح عليك لانه هي الشغلة كتير طيبة. صحتين بنتي.